بنسأل انا بتسأل على طول لو ما في تيار وطني حر شو كانت حلو الحياه؟ لا شو كانت حياه السياسي مش موجوده بلبنان؟ شفت شو شو كانت هيك بلون واحد؟ هل هالمزايرات عم تعملوها؟ انا عم زايد كلكم عم تحمي حقوق المسيحيين وكل الناس خونه وحده. لا انا ما خون حدا بلبنان. مين يعني الا شهر ما بنسمع الا صريخ من ايمانكم. هلا الابراء المستحيل طالعين فيها بدهم يتعطرها. رح نهديك اياها بعد الكتاب. داعيين على حلف طويع واعتذار. لا رح نهديك اياها انا. شو بدك تقلي فيه؟ غرا هلا يعني غرا المصريات انتو كنتوا ابرياء كمان. نحن وين كنا؟ متين كنا يا مصريات الشعب اللبناني معك يا استاذ مارسيل ومتين متين كنا؟ انت بتعرف تدرك ذلك تماما. سلمتوا الحكم شو عملتوا؟ بنشوف بكره بنعرض. بكره بنعرض. بدك نعمل حلقه بنعرض فيها مطوله مثل ما معنا وقت هلا الليل بنعرض لك فيها قد ما بدك. صدقني يا استاذ مارسيل نحن اول شيء ما عم نخون حدا. نحن عم نقول هذا عربات ومزارعات وخبيئه الوطن يعني الوطن يعني بيحمل لي احد النواب العونيين انه كل شيء كان هدفكم انتم ودور كان على عون ينزل لاحراج الجميع باللقاء الارثوذكسي لحتى انتم بتعرفوا انه ما فيكم تمشوا باللقاء الارثوذكسي.